كريم، كنا حكينا في الجزء الاول على تجربتك في الافريقي، بعد وصلنا ماشي لالمانيا، ما تواصلتش برشا هاللي 6 شهور عملت في المانيا. شوي يظهر لي مي صحيح، ما توصلتش برشا بحكم نقول لك ساعات ساعات تصير حاجات اكسترا سبورتيف ما نجمش تتحكم فيها انت. انت انا مشيت لجمعية دوسلدورف، تعرف اليوم كان شوي كان غلط شوي، خاطر كان عندي شوي واحد يخرج بلجيكا. مينا شنو هي الجمعية كانت؟ والله جمعية باهية في بلجيكا وقت اللي ما حبوا سرطة الكل تسيبني. مي كما قلت انا بحكم غرامي اللي نحب المانيا ونحب كل شيء، حتى جامعتي مع البايرن، انا شو كان غلط بحكم ديما قلت لك ثم 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 حاجه يمكن الناس لازم تعرفها تو كيفاش تختار شوي اسمك، اول حاجه تختار البلاد اللي باش تمشي لها تعرف معناها الكوميونيكاسيون معاهم تكون سهل. فهمتك. اللغه كانت صعيبه غادي، حاجه اخرى يمكن زاد انا الجروب اللي طحت فيه اللي فيه برسنتاج كبير نتاع يهود وكلنا احنا، فهمت كاو معناها يمكن انا زاد ما صبرتش كاو، اما ديما نقول معناها تتعلم بالخايب. ما تأقلمتش معاه معناها قلت ديانات اخرين وياهم ما تأقلمتش معاه دي اكيد ديانات. انا نذكر في رمضان يعملوا فيك الشهر الشعب، فهمت مثلا معناها يزمك تفطر يزمك تعمل يزمك يزمك هو لهنا ويفرضوا انك تفرض معناها يفرض هذيك ثم حاجه بينك وبين ربي، ما يفرض عليه حد، حاجه بينك وبين ربي يعني مش ما سيأخذ لك كل شيء، ما تحب ولا تكره ديما ترجع الرب قبل كل شيء. ديما انا تعاقبت في برشا فلوس، تعاقبت 100 ديما قلت لك هكا وما صبرتش، وهم بليس هم عندهم حاجه اللي تحب ولا تكره. نجم نقول انا زاد غلط يعني انا ما صبرتش 100 هم بالرسمي برو برو بطريقه انت بطريقه غير عاديه. حتى جاتني اللي شويه باش نمشي للجمعيه الاخرى، قال لك لا يا تقعد معنا يا ترجع نسيبك لبلادك. انت قداش عندك وانت بقى وقت عميق انت عطي مشيت في ترانسفير لسبيرانسا ولا فسخت معاهم ولا كيفاش صار كل ترانسفير ومن بعد تفسيخ، فهمت بري ومن بعد تفسخ ولا عليك. طلبوك جمعيات معنا اخرين في المانيا؟ ماشي ثم جمعيات اخرين وقت طلع خاطر ديما يلعبوا ديما قلت لك في الماتشات الامريكال معناها نلعب وشوف حاجه اخرى يعني معناها سي ما لعبش برشا مين ندخل في الماتشات معنا زاد حتى في دوسلدورف عملنا بريسك 18 ماتش من غير خساره. فهمت فهم يظل مذكره في 12 ربح وستين فهمت، وعندنا جمعيه باهي وقتها عملتها فهمت كا. وان بليس مشيت كيما قلت انت بكري اول حاجه قلتها لي وقتها مشيت لنادي الافريقي ثلاثه في الوسط اللي حتى غادي مشيت ثلاثه اللي في الوسط ثلاثه تروى كابيتان كابيتان وزوم كابيتان تروزيام كابيتان مي هذا كل ما يفرضش اللي الحقيقه حتى كي نعملوا لي تيست فيزيك نعملوا واحد ديما احسن واحد. مي كيما قلت لك ثم حاجات كيما نقول لك ترانسبورتيف اللي اللوم فيها روحي انا قبل ما اللوم كل شيء اللي باش تتكلم معاهم وباش تعمل يلزمها وقت. فهمتك. كيما قلت انت بكري هذا اللي شويه ديانات اللي خلتنا باش نحب نركز في النقطه هذه. اش معناها ما فهمتش بالباهي يعني. تعرف اسمع تحب ولا تكره انا قلت لك جروب فيه بريسك 100% منهم معناها يقولوا نحن يهود. هاي. فهمت انا حتى كي معاملتهم معاك مش معاملتهم مع نقولوا نحن فما شويه عنصريه في المانيا تحس شويه انا في اللي عشت وانا تحس شويه ما نعرفش المانيا كل كيفاه خاطر ما عنديش تجربه عليها فهمت، اما تحس شويه فهمت معناها ساعات حتى في اللي يقولوا نحن في لي زونترال مو تصير حاجه فهمت تدخل معها اجريسيف ولا حاجه يتقلق فهمت، برك تدخل معها واحد اجريسيف يحسها عاديه في الكوره فهمت صارت مشاكل فعلا من ناحيه صارت شويه فهمت. بين العودة لتونس علاش كانت من بوابة إسبيرانس؟ كاو يظل وقت تراجي تحب من حاجة بيفو صارت لي كونتاكت معايا فهمت ما جا كل شيء سهل نقولوا نحن كيما قلت لك ما فما جوار معناها تجي الشوا نتاع الجمعيات الكبار والكل كانوا فما ديزوفر اخرين كانت وقت عندي واحدة من دبي من الامارات الكلوب ما كلموكش وقتها؟ الكلوب كلمتني من بعد ما صححت وصاي فهمت كان كلموك قبل شنو كنت تختار؟ لا والله ما كذبش عليك في الـ في الـ في الـ في الـ مش نقول لك اي ولا مش نتنافق مانيش ما الله اعلم خاطر في الوقت هذاك نمت انا مش نجم نحكم لما يرجع بي الوقت الله اعلم اللي يدفع اكثر نمشي معاه نجم يكون فهمت
رد فعل الجمهور مثلا تاع الكلوب في الشارع كي يعرضك بعد ما صارت من اسبيرونس؟ لا راس بنيتي ما صار حتى شيء، العباد عادي متفهم قبلوها معناها عادي جدا، خاطر فيهم برشا من اللاعبين اللي فزدوها يقولوا مع جمهور الكلوب كي يمشوا لاسبيرونس، ولا حتى العكس بالعكس انت لا؟ انا حتى كي تصير انا مش نعمل ديكلاراسيون ولا حاجه، ما نلوم حد وما نعمل حد، فهمت؟ يعني انا قلت لك انا ستانجوار بروفيسيونيل، صحيح ديما نقول ديما نقول الكلمه هذه للنادي الافريقي اللي هي عرفتني وكل شيء، انا نبقى ولد مقري، انا شغلي كل عديته في مقري، فهمتك؟ انا هذايا دي شوا نتاع واحد سبورتيف نتاع جوار اللي ما نتصورش بجيك جامعه كبيره باش تقول لي صحيح. كيفاش قيمة التجربه في الاسبيرونس؟ قيمة هذول اللي هزيت الترويات معها، لعبنا برشا ماتش شويه بهين ما نتصورش، انا الحمد لله يمكن معظم الجامعات لعبت معاهم معنا توجت معاهم، معنا ديما نقول تجربة كانت باهية وكا. إذا كان نقولوا مش ناجحة، ناجحة متوسطة، شنو تحط؟ ناجحة ناجحة تعتبرها؟ ما بريسك دي حتى كان نشوفوا طلع الاستاتستيك معنا بحكم يعني اللي بوسنا العفاء اللي موجودين، معنا باللي موجودين بالاستاتستيك نتصور أنا ماركة أكثر واحد فيها ماركي في الجامعات الكبار الكل، وفي الماتشات يعني الماتشات اللي نقولوا نحن ماتشات قلم يعني الكبار كل ماركت فيه، فهمت؟ فهمتك. علاش خرجت؟ خرجت وفي المكتوب ما يمكن وقتها يحبوا يعملوا يقولوا نحن يطلعوا جينيراسيون جديده، وقت وليدات صغار نتاع حبوا عبود ونغموش فهمت. وجد وقتها نتذكر كلنا نحن انا بقالي 6 شهور على الكونترا، بقينا في معناه كلام تعود ولا ما تعودش فهمت، اما خلص ما مريت منهم حتى شيء خايب الحقيقه وفين مكتوب فهمت.